المورد الثاني للظلمات المعنوية في ثقافة القرآن الكريم ظلمة الجهل أيها الإخوة. البارحة أحد الإخوة كان حاضر بالمجلس، قلت أكو ظلمة وظلمات، الإخوة قالوا ظلمات، سألت قلت مثل شنو هاي الظلمات؟ واحد كان جالس هنا قال لي الجهل، قال ظلمة الجهل، قلت له جوابك صح، بس الجواب كون نخليه ضمن مقسم دقيق حتى نسيطر على الأمور بشكل سليم. هذا هو المقسم، ظلمات حسية وظلمات معنوية، ذيك إلها موارد وهذه إلها موارد، وبيانها بهالشكل هذا يخلي البحث مرتب. يا إخواني يا أحبابي يا أعزائي يا أخوتي، إذا ترجعون للقرآن الكريم راح تشوفون على مستوى عالم العقيدة، لما بنوا إسرائيل طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها مثل ما ذول عباد الأصنام خالي لهم حجارة يعبدوها، موسى قالهم طلبتم هذا الطلب لأنكم جهلة تجهلون، وأنتوا لو ما جهلة ما تطلبون مني هذا الطلب في عالم العقيدة. يعني سبب طلبكم للأصنام هو شنو؟ هو الجهل، موسى قالهم. ولهذا الجهل ظلمة في ثقافة القرآن، الجهل خطير في ثقافة القرآن. ضاوعولي التفتولي قاعد أقول كلام مهم. زين، هاي مورد العقيدة. على مستوى الأخلاق، لوط عليه السلام قال للقوم تفعلون ما تفعلون بسبب أنكم من الجهال وأهل جاهلية وتجهلون في الواقع. ومشكلة قوم لوط كانت بأي مجال؟ أخلاقي ومو أخلاقي؟ جاوبوني، أخلاقي. لوط عليه السلام قال لهم سبب هاي المشكلة عندكم الجهل، وموسى عليه السلام قال لهم مشكلتكم العقائدية بسبب الجهل. هاي صار كم مورد؟ اثنين. سجل يمك ثلاثة، بس انتبه لي، سجل يمك ثلاثة. التفريط بيوسف وهو نبي من أنبياء الله، وعدم معاملته بما يستحق، وبخس حقه اللي جعله الله له. في سورة يوسف القرآن الكريم يقول هذا اللي حصل ليوسف من قبل إخوته وغيره سبب شنو؟ الجهل. اقرأوا آيات سورة يوسف وتذكروا كلامي، اللي فعلتموه بيوسف سببه الجهل، وهو عدم احترام نبي الله وتعريضه للخطر وعدم إعطاء حقه وعدم التعامل معه بما يستحق. سبب كل هذا جهلكم بيوسف. هاي صار كم مورد؟ ثلاثة. أربعة، بس انتبه لي، أربعة. في ثقافة القرآن الكريم أيضا حتى تشوفون الموضوع إيش قد خطر، من هاي عبارة نقول جهل. الظلمة الثانية أو المورد الثاني من موارد الظلمات المعنوية الجهل. إذا ما أبينها بهاي الطريقة ما راح نعرف خطورتها، هيك الجهل ونمشي، لا مو الشكل. أكثر المشاكل في ثقافة القرآن الكريم اللي يوقع بها الإنسان سببها الجهل. فهذا الموضوع كلش كون نصير حساسين تجاهه. أجيب لكم مورد رابع من القرآن الكريم أيضا، مورد يوسف عليه السلام بس بغير مجال، يعني مو ذكرته هسه قبل بالثالث، يوسف بس بمجال آخر. شنو هو المجال الرابع؟ يوسف عليه السلام لما هاي النسوة، نسوة مصر، أردنا من يوسف ما أردن، بعدين يوسف هكذا قال، قال أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. شوف 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 يعني شنو؟ يعني شوف هذا بأي مجال، هم مجال أخلاقي بس مرتبط بجانب آخر غير مجال قوم لوط، ذاك بمجال الشذوذ، هذا بمجال النساء. اعتبر أصب إليهن للنساء بشكل محرم، هذا سبب شنو؟ اللي يصب للنساء بشكل حرام مو بمكان حله اللي رب العالمين أحله لعباده من خلال الزواج، ليروح بجانب آخر محرم، القرآن الكريم يقول على لسان يوسف يقول سبب الجهل.